السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي، قناة يومية خميس الجوهري. فيديو النهاردة كنت صورت لكم قبل كده فيديو عن الباشا الفروت اللي هي اللي انا زارعها في كيس في الصوبة، اللي هي دي ده الجدر اهو. يا البص اهي، ده انا كنت مصور لكم اما كنت بعمل لكم التلقيح اليدوي ليها. هي بسم الله ما شاء الله، وكل اللي تلقح يدوي مسك اهو، دي من شهر 4. بس هي لسه خضرة، مش عارف بقى هتستوي امتى، بيقولوا قدامها شهر كمان ولا حاجه بتطول جو. ادي اتنين اهمت، يعني ده عود في الكيس اهوت مش في الارض، اتنين اهو وثلاثه اهمت واتنين اهو، يعني 7. في بقى اللي هو اللي انا سهيت عنه وما عملتلوش تلقيح يدوي، وجع ما حصلوش تلقيح وراح جاي دمران وجع زي دي كده اهي. دي كانت فيها واحده بس ما لحقتش وهي ظاهره على طول وجعت، وكذا واحده هنا. يعني هي بسم الله ما شاء الله عليها كانت عامله نمو تزهير عالي خالص، بس هي بقى انا يعني ايه كنت بسعى عنها كده ساعات امشي انسى اعمل لها تلقيح. اهي دي كمان كانت فيها واحده اهي، كنت بنسى اعمل لها تلقيح او يوم اغيب فيه، لان هي الزهره بتقفل في نفس اليوم، هي بتفتح حوالي الساعه 10 الصبح كده والمغرب بتكون قافله، يعني تاني يوم ما بلحقهاش. ده فرع برضو فيها. فانا عشان اتجنب ان الثمره تكرمش، في ثمار بشوفها على النت مكرمشه لازم تسقي كل يوم، انا بدي لها ميه كل يوم. يعني لو شفنا التربه بتاعت الطريق خلاص اهي، طريقة خلاص كل يوم بديلها رشة مية كل يوم، يعني مخليها بصوا نعم خالص زي الحنة، علشان ما يحصلش الكرمشة اللي هي اللي بتحصل في السمر. بس كده لو لقيت عليها مثلا حشرة من أو أي حاجة حشري برشها حشري، مبيد مزبلان ولا حاجة، بس وخلاص. هي كده ما فيهاش تزهير بقى تاني خلاص، اهو التزهير خلاص خلص. احنا في شهر 7، فاول 7 فالتزهير خلاص خلص كده، لسه يعني هتبدا تزهير تاني بقى في شهر 9. فهي بالشكل ده ما بيحصلش فيها في الثمار بتاعتها كرمشه ولا حاجه، يعني كل الثمار بسم الله ما شاء الله يعني صحتها حلوة، هي ما فيهاش أي إصابة حشرية ولا أي إصابة فطرية أهي. دي بتشرب كل يوم، حتى اللي تحت أهمت، دول أول ثلاثة، دول اللي كانوا في الأول، يعني احتمال دول يستوي الأول، اللي هما الاتنين دول اللي كانوا في الأول، الاتنين اللي فوق أهم. في بقى حته كده عايز اقول لكم عليها برضه، يعني بس ادعوا لي يا رب تنجح، لان دي لو نجحت هتبقى حاجه كويسه خالص خالص خالص. انا حبيت اجرب عليها الترجيد الهوائي زي اللي بيحصل في التين وفي الفيكس وفي الحاجات دي، فانا عملته اهوت. هو بقاله بالظبط كده 20 يوم، بس انا ما فتحتش عليه، هسيبه كمان بالظبط 20 يوم كمان، يبقى 40 يوم. بس انا بلاحظ ان التربه اول امبارح لاحظت ان التربه جافه شويه، رحت جاي فكك الكيس ده ورحت جاي رش شويه ميه عليه، كانت بادئه لسه تعمل الكبسوله اللي هي بتاعت الجذور دي، حتى انا سايب الورقه دي عشان تضلل عليه. فانا ان شاء الله لو نجحت الفكره ديت، انا مش هقول لكم عليها طريقتها بالظبط الا لما تنجح ان شاء الله، فهي بالظبط 90% باذن الله هتنجح، لان هي طالما طلعت الكبسوله اللي هي بدايه النمو الجذري دي، انا شفتها لاحظتها امبارح وانا فاتح عليها، حتى انا ما ربطتش الكيس برضو كويس، بس ايه يعني مش مشكله، المهم يكون مرتب على القطع اللي انا قاطعه ده. بس هعمل لكم ان شاء الله فيديو توضيح ازاي الترجيد الهوائي على شجره الباشن فروت، لان طبعا ده هيبقى حاجه حلوه خالص، لان طبعا الشتلات غاليه في المشتى، يعني انا عامل العود طوله حوالي متر من اول هنا اهوت كده كل ده كل ده. بس انا لقيت عود ما فيهوش ثمار خالص ولا حاجه، علشان ايه يعني ما يبقاش الغذاء كله داخل الثمار، يبقى الغذاء كله بيتوزع على العود نفسه اهو. ده طوله حوالي بالظبط 70 سم، يعني داخل على المتر،
فده لو نجح يعني هو العود ده لو حصل فيه تجزير وتقص هيعادل العود اللي بتباع ب 70 جنيه وب 80 جنيه وب 100 جنيه والمشات اللي بتبيعه باكتر من كده كمان، فهيبقى حاجه كويسه خالص يعني 40 يوم وتاخد عود. لو انت عامل مثلا 5 عيدان على شجره زي دي ولا حاجه او شجره كبيره عندك، طبعا هي فروعها بتبقى طويله خالص والنمو الخضري بتاعها بيبقى عالي جدا، وهي في العجل يعني ايه يعني هنقول مثلا نسبة نجاحها في العجل 60%، يعني بصراحة نسبة نجاحها ما عجبتنيش خالص، لأن ما بيحصل لها عفن على طول كده، وما مش من العجل اللي هي بتمشي على طول يعني، لأن هي مش خشبية، هي مفرغة من جوه. فلو الطريقة دي نفعت اللي هي الترجيد، أنا عاملها في نص ستة كده بالظبط، عاملها في نص ستة، هسيبها كمان ل 15/7 او ازيد شويه كمان. المهم اول ما افتح عليها والاقي فيه جذور لها كويسه هعمل لكم فيديو عليها بالظبط بقى بالطريقه ايه، يبقى الفيديو كله عن طريقه الترجيد الهوائي في الباشن فروت، لان دي هتبقى حاجه كويسه خالص يعني. هقول لكم على الخطوات بقى بالظبط اللي انا عملتها، يعني انا مش عايز احكي، مش حابب اخلي الفيديو ده عنها، لان انا مش عارف لسه هتنجح ولا لا، بس هي باذن الله